هل تجبر الحكومة المغاربة على الإغلاق ابتداء من 6 مساء بعد التداول الواسع للأخبار التي تفيد باتخاذ الحكومة قرارا يقضي بفرض الإغلاق على عموم المواطنين ابتداء من اليوم الاثنين من 6 مساء وحتى إشعار آخر؟ وعلاقة بهذه الأنباء، نفى عضو اللجنة العلمية لتتبع وتدبير جائحة فيروس كورونا البروفيسور شكيب عبد الفتاح في تصريح إعلامي الأنباء المتداولة بخصوص قرار الإغلاق ابتداء من 6 مساء المتداول. وفي تقرير إعلامي كشف مصدر مطلع أن اللجنة العلمية كانت قد اقترحت المزيد من التشديد في الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة التفشي الكبير للفيروس في الآونة الأخيرة على المستوى الوطني.